Urubane Tosi. Mon cher, le côté sensationnel, là où je connais la Houaïj, il y a Tsir, le Bilden, le Bourg, où il y a mon con, ma tartiche, Ahsan Soura, la Tosi, on a dit à l'Europe. احنا راهو نقول الكلام هذا مش من باب المزايده ولا العمليه الاخرانيه اللي عملناها في الب... في في ال... في الاسامبلي نتاع فرنسا. علاش احنا خدينا الانيسياتيف المبادره احنا خديناها خاطر شفنا اللي الاعلام في اوروبا في فرنسا يعدي كان الحوايج اللي مش معناها ممنوع باش يعديهم احنا يجب يعدي الاشياء هذوك اما يا ريت كان يعدي كذلك فما نجاحات في تونس، فما ايجابيات في تونس، ما فيها باس كان يحكي عليهم. واللي يهمنا احنا خاصة هو الكوتي ايكونوميك، هذا هو. لا معناها الجانب الاقتصادي منسي ولا مهمش بالنسبة للإعلام الأوروبي ولا الفرنسي ولا في الخليج. العملية اللي عملناها في فرنسا في الأسامبلي في باريس ولا العملية هذه الهدف نتاعنا هو هدف نتاع تفسير معناها نجيبوا ناس باش تفهم اكثر الواقع التونسي اللي هو بكري اخت صحفيه من عشرية قلت لها انا تونس مامن اللي ما زالت مش تبقى بلد فيه عده امكانيات استثمار مش كلام يعني هذا واقع اما يلزمنا نظهروه يلزمنا نوريهم احنا خلينا نبداو واضحين مشاكلنا في تونس شنو اقتصاديه ولا اقتصاديه واجتماعيه بالاساس متفاهمين في هذا بالطبع فما ناس نسمعوهم في تونس يحكيو على الانفستيسمون بيبليك والله يلزم الدوله تعمل الدوله ما عندهاش امكانيات الامكانيات اللي عندها محدوده معناها الكلام اللي نقول فيه سي با كونفيدونسيال وقت تقرا البيدجي تاع تونس تفهم كل شيء كان واحد يبرون لابين ربع ساعة يقرا البيدجي تاع تونس يفهم اللي الدولة عندها إمكانيات محدودة دونك عندها دي بريوريتي اش معناها الانفستيسمون شكون يلزم يعمل يلزم يعمل القطاع الخاص القطاع الخاص وحده كل لي زيتود اللي صاروا بنك مونديال اف ام اي خواص اي اس اي الناس كل اللي عملتهم الخواص التوانسه مش كافي. اش معناه؟ معناه يلزم شراكه، الشراكه مع شكون؟ مع الناس اللي نتعاملوا معاهم ويلزمنا نحافظوا عليهم اللي هما الاوروباويين بارتيكوليرمون الفرنسيس والطليان وكذا، وكذلك اجانب اخرين، ناس اخرين، معناها بلدان اخرين خارج الاطار الاوروبي، فما تركيا. ويظل شفتونا عملنا عمليات مع تركيا وفما الخليج والشرق الاوسط. الخليج والشرق الاوسط اليوم عندهم امكانيات مهمه مش كان في الفلوس مش كان في مش فما خبرات اليوم فما مؤسسات معناها يظل العديد منكم يسافروا للسعوديه ولا البلدان نتاع الخليج والشرق الاوسط فما مؤسسات كبيره وناجحه موجوده في الخليج وفي الشرق الاوسط وفي بلدان اخرى مشاو لاسيا واستثمروا في اسيا استثمروا في افريقيا استثمروا في شمال افريقيا عده مؤسسات خليجيه موجوده في الجزائر والمغرب اللي احنا ما عندناش شو نقولوا احنا؟ نقولوا فما نجموا نستقطبوا بعض مؤسسات وبعض مستثمرين من الريجيون هذه هذا هو الهدف نتاعنا باش نبداو واضحين اكثر غلطه احنا شنو اللي نحبوا في تونس؟ يلزمنا نعرفوا احنا شنو اللي نحبوا، من بعد نحطوا لي زيليمون نيسيسار، نحبوا الانفستيسمون، نحبوا لا كروسونس، نحبوا نوقفوا الفقر، نوقفوا البطالة، ما فماش ثنية أخرى، اللي عنده ثنية أخرى بالله ماذا بيه يجي يفسرها أنا والله العظيم نكون مسرور وقت نخرج ومقتنع بحاجة أخرى، فما حد شيء. فما الخواص توانسة والخواص والجانب اللي هو جاي من كل بلاد العالم وخاصة البلدان اللي تعامل معاهم تونس نعتبروا اللي أوروبا عندها جانب مهم ومهم جدا فرنسا بارتيكوليير وهذا حق حد لا ينكر ويلزمنا نحافظوا عليه واحنا في الكونيك كان شفتوا معناها وقت مشينا لفرنسا خلافا ما قال ماشيين يقدموا كود انفستيسمون نابورت كو مشينا باش نقدموا وجهه معناها الامكانيات نتاع تونس
والكومبيتيتيفيتي والاتراكتيفيتي نتاع لو سيت التونسي لا اكثر لا اقل. كل شيء مسجل كل شيء مصور. اليوم عندنا جهه اخرى اللي هي فيها امكانيات كبيره موارد كبيره ماليه وخبرات، مش موارد برك، موارد وخبرات. اليوم مؤسسات كبيره وعظيمه موجوده في الشرق الاوسط وفي الخليج نقول، ويحبوا يستثمروا خارج المنطقه هذيك، استثمروا في بلدان شرق في شرق افريقيا، افريقيا الجزائر والمغرب. تونس ممكن ما خذتش الحظ اللي تجب تاخذه، نتمناه واحنا باش ناخذه، معناها من الاخوان هذوما وقت يبداو حاضرين ويشوفوا المزايا بتاع تونس. تونس مش كسوق تونسيه برك، تونس كسوق تونسيه وكامكانيه سوق للبلدان المجاوره ولافريقيا. وقت نشوف اليوم تونس تفكر كل سنه اش قاعده تزيد تصدير نتاعها نتاع مواد مصنعه لافريقيا والبلدان الاخرى، يظهر لي هذا جانب اللي هو ما ينجم كان يهم المستثمرين، يهم اللي يظهر اللي التونسي عنده معرفه عنده امكانيه عنده ان سافوار، يجم يصنع يجم يبيع يجم عنده كاليتي اللي تمكن له باش السوق التونسيه يبيع فيها، اما خاصه يصدر البلد. وهذا يظل بالنسبه للمستثمر شيء يريحه، معناها بالنسبه ليه فما بلاد اللي هي تجم تمكنه باش يستثمر باش يبيع وباش يربح، واحنا نحبوا الناس تربح. المستثمر اللي كان ما يربحش ماهوش مستثمر، وقتنا سي اوتر شوز كو لانفستيسمون، سي دو سوسيال، سي بتاتر اوتر شوز، مي ان توكا سي با لانفستيسمون ايكونوميك.